عسل قال عليه الله سبحانه وتعالى شراب، وزيت الزيتون قال عليه أكل. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين. الناس كيغمسوا العسل الزيت ما كيشربوش، يعني كيتكال هذا كيتغمس، ولكن العسل خاصو يتشرب. نعم، إما كتشربه مباشرة صعيب، ولكن لا بأس يترشح بالماء، يترشح بالماء، يخلط مع الماء، ماء معدني جيد على درجة عادية. وإذا كان بارد ما كيدوبش في العسل، الماء البارد ما كيدوبش في العسل، خصو يكون على درجة عادية 24 ولا 25 درجة يكون أحسن. يتخلط ملعقة ولا ملعقتين في كأس كبير. لماذا؟ لأن ملي كنرشحوا العسل ماشي كنقصوا من التركيز، بالعكس كنزيدوا في التركيز، علاش؟ لأن كنعطيوه واحد السرعة باش يدوز في الجهاز الهضمي. لماذا؟ لأن لا كلناه، علاش؟ الله سبحانه وتعالى قال شراب. ملي كنشربوا الحاجة خصوصي إذا كان الماء على 30 درجة، إذا خلطوه الناس مع الماء ديال 30 درجة كيمر العسل بسرعة من المعدة، ما كيتعطلش. إلا كلناه كيتعطل في المعدة، إلا تعطل في المعدة صافي ما كيبقاش عسل. علاش؟ لماذا؟ لأنه كيتحمض هذيك الحموضة ديال المعدة، الحمض الكلوريدري، كتحلل بعض المكونات اللي كتلعب الدور ديال المضادات، دي زونتيبيوتيك. وكنشوفوا أن الأطباء الآن كيحاولوا ما أمكن ما يعطيوش المضادات عبر الفم. كيعطيو المضادات بحال يعني على القويلبات ولا على شكل الحقن ولا على شكل حتى محلول سيرو. بحال دابا الاطفال علاش عاطينهم لاموكسين على شكل سيرو؟ لان ما يمكنش يعطيوها، لان ما خصهاش تعطل في المعده. لان ديك لابيبسين ديال المعده كتاخذ من ذاك الانتيبيوتيك. فهنا هذه قوه يا اخي، هذا اعجاز، جزاك الله خيرا. ولا هنا خصو يكون شراب العسل، خصو يكون شراب، ولكن ما يتشربش هو مباشره، صعيب. واخا يكون جاري صعيب، من الاحسن يترشح بالماء ملي كنرشحوا بالماء. وكناخذوا مثلا 10 ملي ديال العسل، ملي كنزيدوها مع 50 ملي ديال العسل وكاننا خدنا 50 ملي ديال العسل. عجيب، يعني المفعول ديالو يعني كيتضرب. جمله الامراض اللي توصل لها البحث العلمي عليا اللي توصلنا ليه حنا اشياء كبيره، ولكن يا اخي العزيز ما كنبغيوش هاد الاشياء. البرنامج عام والبرنامج هنا ما كنبغيوش نديروا فيه اشياء. لماذا؟ لان ما كنعطيوش وصفات. انا ما عمرني غنعطي الناس وصفات، لان البرنامج ماشي علي، ماشي مديور الوصفات، خلط هذه مع هذه ودير هذه. انا كنعطيو توجيهات. نعم. برنامج اكاديمي كيعطي توجيهات وكنعرفوا بالاشياء. نعم. باش الشخص هو يبقى حر. نعم. يعمل الى فهم، راه غادي هو يتصرف. جزاكم الله. يعني اما هذا العسل، ان من انا شخصيا يعني البحث اللي جريته داك الشيء، علاش؟ لان ملي كنقولوا العسل كيداوي هذه وهذه وهذه، ربما الناس غادي يسمعونا غادي يمشيو يشريو العسل يبداو يعالجوا، ما غاديش يعرفوا يعالجوا. ولذلك حنا لا نريد ان ننزلق، ولا نريد يعني ان نغري الناس بهذه الاشياء هذه اللي يعني ما غاداش تكون صائبة 100%. لكن البحث العلمي توصل الآن على أن الحروق من الدرجة الأولى والثانية ما بقاوش كيعملوا لها أي شيء إلا العسل في بريطانيا وفي ألمانيا. هادو يعني البارنز هادو اللي تحرق مثلا الجلد، أنه كيقطر العسل مباشرة على ديك الحرقة. أن الآن بعض المستشفيات في بريطانيا في لاشيرجي أوبستيتريك في الولادات ديال النساء، أنهم ما بقاوش كيعملوا من بعض المحاليل الكيماوية مثل اليود، ولاو كيعملوا عسل في بلاصة هاد في محل هذا. وأن هذا الطبيب اللي كان كيعالج في المستشفى توفي، ديسكوت هذا هو اللي كان معنا في الجمعيه ديال النحل، وبكينا عليه. هذا الشخص بكينا عليه لان اعطى كثير. هو اول طبيب جراح لاجراء عمليه القلب في فرنسا. نعم. وكان معنا في هذه الجمعيه هذه. هو كان كيعال في المستشفى، كان كيستعمل العسل عوض دوك الاشياء الاخرى، خصوص الفتحات، يعني لي بلاي اللي كيفتح كان تيقطر العسل على هذوك لي بلاي. صحيح. ولكن بشرط يكون عسل طبيعي 100%، لان لمشي حتى قطرنا عسل مغشوش على الفتحه ولا على الحرقه، هذا تكون كارثه، تكون كارثه يعني. ولذلك انا ما كنبغيش ندخل لهذه المسائل باش الناس ما يتهوروش، يعني الناس ما يسمعوش هذا الكلام ويتهوروا ويبقاو يعني لما تيقنوش بان العسل ديالهم ديال ديورهم اللي هما اللي ناتجين وشايفينه على عينيهم، ما كاينش مع صناعي ولكن ناتج حاجه نحلو طبيعي 100% بعيد من المبيدات، ممكن يعالجوا، ممكن يديروا الحروق، وممكن العيلات يديروا لوجاهم، وممكن يقطروا في عينيهم، ممكن يكحلوا به، ممكن يقطروا في نيوفهم، ممكن يغرغروا به الغرغره ديال الحلاقم، ممكن حتى الضرس اللي عنده صداع ديال الضرس يمضمض فمه بالماء سخون مع العسل جيد حتى هو كيهدئ هذيك الالم، ممكن يقطروا في ودنهم، وممكن يعملوا حتى بعض انواع الاكزيمات، ولكن ماشي
بسورياسيس بسورياسيس بالعكس كيرديها. كاين بعض الانواع ديال الاكزيما اللي جيد لها الناس اللي عندهم حساسيه مثلا الجلد حساسيه، وناس اللي عندهم امراض الجهاز الهضمي يديروا شراب عسل ولا يزيدوا عليه، ولكن يكون بشرط عسل جيد عسل طبيعي 100%. طبعا ما كنتكلموش على الاشياء الاخرى. واحد السؤال كنت غنطرحه قبيله ولكن من ذكرتي دابا يعني العسل يساهم في العلاج، يعني بالنسبه للمرضى السكري واش نسبه السكر تنخفض في دمائي؟ ممنوع العسل على المصابين بالسكر ابدا، لان كاين بعض يعني الاقاويل ممنوع منعا كليا باش الناس ما يتهوروش لان عليه، لان كاين من ينصح بتناول العسل، وكاين بعض الفضائيات الشرقيه كتقول سيدي العسل السدر، والمغاربه ولاو كيشريو عسل السدر. لا يوجد على وجه الارض عسل السدر لا يوجد على وجه على وجه الارض، وان اليمن ما فيهاش سدر وان مصر ليس فيها سدر. السدر كاين في المغرب وكاين في الصين وكاين في دول المغرب العربي وكاين في دول بعض دول امريكا اللاتينيه، والصين هي الدوله اللي فيها السدر بكثره وليس في اليمن وليس في مصر. مصر ما فيهاش سدر. وهاد الناس كيسمعوا فضائيات وكيسمعوا بعض الناس كينصحوا هكذا وكيتهوروا، وانا لا اريد ان اقول هذا منبر الحق اذاعه محمد السادس. واحد الماده دكتور السدر في المغرب، في المغرب السدر ما كيعمرش النحل بكثر من 30%، هذا الا كان السدر، والسدر النواره ديالو صغيره وما كاينش عندنا كثير، وهذاك الوقت كيتزامن مع بعض النوارات الاخرين بحال العصفار بحال المسائل اللي كتكون باقا. ما لا يمكن للنحل يعمر من السدر، من المستحيل يكون عندنا سدر 100%، انا اقول من المستحيل. تحليلات المختبر هو عندنا في المغرب مختبر ديال الدار البيضاء، ممكن نجريو اي ابحاث يعني حللنا احنا جميع انواع، ممكن يكون في 10% 15%، ولكن اصحاب السكري ممنوع عليهم العسل جميع انواع العسل باش ما نتهوروش، لان كاينين مغاربه مشاو تنصحوهم بعض الانواع، الانواع طلعت مغشوشه وداروا ثلاثه في السكر، وكاينين مغاربه مشاو في الكوما. يعني فما يتهوروش الناس، يعني اصحاب السكر من الاحسن، الا اصحاب السكري من النوع الثاني اللي عندهم النوع الثاني ممكن ياخذ واحد شويه هكا في الفطور، لكن السكر ديالو ما كيطلعش بزاف، لا غير يراقب ياخذ شويه عسل ويكون عسل طبيعي 100%، او يراقب السكر ويكون حذر، يكون دائما حذر. فهاد المشكل هذا ديال العسل كينتظر، لان هذه الجمعيه اللي كنتمي لها انا جمعيه دوليه هذه ديال الابيثيرابي، هذه جمعيه فيها تقريبا غير الاطباء، الاطباء والباحثين، الاساتذه الباحثين والاطباء والاطباء والاساتذه الباحثين في كليه الطب، لان توصل اخر البحث السي العربي نخبروه ان اخر ما توصلوا ليه هاد الجمعيه، عندنا دابا ثلاثه ديال الاطباء معنا في الجمعيه، واحد روماني وواحد الماني وواحد مصري عبد الرحمن، هادو توصلنا الى حد الان اننا نحقن العسل في العرق مباشره. مشيت. يكون عسل معقم ماشي سهل، ماشي سهل يعني داك الشيء خاصو يكون تحت المراقبه وفي المستشفى، اكيد ان يكون عسل معقم كنعقمه بالترشيح ثم يحقن كميه ديال 2 حتى 5 ميكروليتر، كان واحد الكميه بسيطه جدا داخل في النانوثيرابي، هو كيدخل في النانوثيرابي وكيتحقن، وان يعني ملي كنا في المؤتمر كنا حقنا هذا العسل، كل واحد كيحقن كان بعضيان بعض مع بعضنا. انتم درتوا تجربه عليكم؟ نعم نعم، حتى على مرضى، مرضى جاوا اثناء المؤتمر جاوا مرضى ويعني حقنا لهم هذا، ولكن هذه كما اقول هذا بحث علمي عالي المستوى وفيه اطباء. لما يكون البحث العلمي داخلين فيه الاطباء ما كنخافوش على الشخص، لان الطبيب ملم بهذه الاشياء هذه، ولكن مش اي شخص ممكن يعالج ولا يعمل هذه الممارسات هذه، لان هذه الابحاث الى حد الان حول العسل دارت في مستشفيات وداروها اطباء، يعني ولذلك حتى المنتوجات الاخرى من غير العسل، يعني انا ارفض باش اي شخص يعالج بهذيك المنتوجات من غير العسل ما يكونش طبيب، ارفض. لماذا؟ لان باش ما نسقطوش في المشكل ديال الناس غادي تولي تجاره، وكاين فرق ما بين بيع المنتوجات ديال العسل وما بين العلاج. اللي بغى يبيع المنتوجات الله يسهل عليه، هذا رزق، اللي بغى يبيع الله يسهل عليه، ولكن باش يشد العسل ويبدا يعالج به الناس هذا خطا وما يكونش غش. يعني كاين تجاره العسل وكاين طب العسل، الابي ثيرابي، هذه خصنا عليها يكون عندنا مستوى. دكتور كنتمنوا ان الناس يوعوا وياخذوا مثلا العسل الجيد، يعني ما يتهوروش وياخذوا عسل معجون. عندنا منتوجات جيده، عندنا عسل جيد، والناس اللي عندهم حبابهم في الباديه خصوص المنطقه الجنوبيه ديال سوس، حتى المنطقه ديال مكناس، مكناس وبني ملال هذو عندهم عسل جيد، وحتى الجنوب، حتى الجنوب عندنا عسل. هذو الناس اللي عندهم حبابهم ولا اللي يعرف شي حد يتقلى ولا شي حاجه، نعم يشري واحد الكميه معقوله
ملي قطع ملي كيستخرجوا هذاك العسل يشري واحد الكميه معقوله تكون مزيده. دابا حتى العصير ديال العسل ولاو كيديروا له سنتريفيجاز ولاو كيديروا داك الطرد المحوري ولا تعسل هو لا تعصر بليد يكون احسن احسن ولكن لا ماشي عصروا يبيعوا الناس الشهده غير ما تكون طبيعيه ما يكونوش عاطين الشمع تكون الشمع طبيعي النحل اللي جمعوا ويبيعوا الشهده هكاك يعني كلها يعني بالعسل ديالها ما عندناش مشكل. إذن شكرا لكم دكتور على كل